عندنا جولة في السلطنة الحبيبة. الجولة نحن بنطلع من دبي بنروح عدة أماكن. الأماكن اللي راح نروحها إن شاء الله راح نروح مصيرة أول شيء، بعدين راح نروح إلى بر الحكمان خلوف، من خلوف راح نروح سدح، من سدح راح نروح صلالة، ومن صلالة راح نروح بإذن الله إلى رملة الحشمان في الشمال، من بعدين بنرجع إلى منح، وبعدين بنرجع بإذن الله إلى دول الإمارات. هذه إن شاء الله بنحاول ننقل لكم من خلالها يعني التجوال اللي نحن راح نسويه، المناظر اللي الله بيوفقنا فيها أن نحن ننقلكم إياها. إحنا ما عندنا بلان، ما عندنا خطة، خطتنا كل يومين أو ثلاثة أيام نقول باكر بنشوف هالمكان أو بنصور هالمكان. نحاول ننقل لكم رحلة ممتعة وخفية. ولا أروع، صورنا في منطقة مرتفعة في رأس مدركة. المكان هو مكان تخييم صراحة، ويعطيك انطباع لمدى جمالية التقاء البحر مع الجبل، يعني الماء فيروزي تحت، واللي هو ولا أروع، تحس عمرك في كوكب ثاني صراحة. تشوف هذا اللي قدامك كله تقول شو هذا، سبحان الله، مكان رائع جدا. طال عمرك برايك الخروصي شو مسوون لنا؟ مسوون لنا ترتيب زين. شوف طال عمرك في هالمكان الطيب سوينا ترتيب. أكلمك عن المكان ولا على الأكل؟ شوف المكان كذي. متوجهين إلى هيثم الشمري وعزيز يتريانا في سدح. نريح اليوم في المخيم، ناخذ لنا عشوة خفيفة، باكر من صباح الله تصوير إن شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. شوف شوف الطلة. هلا 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 والله بالغالي. كيف الحال؟ كيف أنت؟
جيب الحاجة الغور. الله يبارك في المكان. المكان جميل جدا وفي إطلالة. ولكن مشكلة المكان انه كان قريب شوي من الشارع، لكن الاطلالة في منتهى الروعة. طبعا المكان مشكلته الصوت اللي انتم تسمعونه يعني. كان جدا جميل، ويعني كنا حاجزين يعني بلكونة نايمين فيها صراحة، واطلالته جدا جميلة. وبايتين تحت ليبا، شوف ليبا الوراي كيف كأنه مقصوص سبحانه. السردين صلالة في محافظة الظفار، نخبركم على الأجواء اللي هي في منتهى الروعة صراحة. الموقع كله حيوية ونشاط. طبعا الأكشن هذا أنا صورته تحت الماي، صورته فوق الماي، صورته بالدرون، صورته من كل الجهات الصراحة. والأكشن مثل ما تشوف يعني صيد وناس طالع من صيد و ولا أروع صراحة. احنا كنا جميرة، منطقة جميرة، كانت هاي المشاهد في كل شتاء نشوفها، لكن سبحان الله خفت العومة. الحين لما نصور هاي المشاهد نتذكر طفولتنا صراحة، ونتذكر الأيام السابقة. نحن جميرة 24 ساعة عند هذا الشبك يعني. أنا أول صورة صورتها كنت أول صورة لبست لما لبست النظارة الغطس لبستها في شبك، شفت العومة من داخل الشبك. كانوا صيادين يصرخون علي اطلع برا، وهذا عقاب كبير كان ينتظرني على الشاطئ يعني. سبحان الله، فالحين لما نشوف هذه المشاهد نتذكر طفولتنا يعني. نخليكم مع المناظر الفوق، جميلة صراحة. ياسمين شوف كمية العومة، كمية كبيرة ما شاء الله.
بالحصبة. كيف المكان؟ شو رأيك بالاختيار؟ والله ولا غلطة، هذا اختياري أنا. شوف أنت إنسان جميل رهيب. مو اليوم وهنا غدا، المكان رائع. بندخل الحين في رمال الحشمان، هاي المنطقة أنا زرتها كذا مرة، ومن أكبر التلال الرملية اللي موجودة. كثبان رملية جدا كبيرة، والنقطة هذه اللي انطلق منها مبارك بن لندن إلى صحراء ليوة. طبعا أنت لما توصل لهذه المنطقة تفكر كيف هو كانت عنده هذه الإرادة أن يقطع المسافة تقريبا تقدر ب 800 كيلو من رمال الحشمان إلى ليوة. هذا يعني هذه قوة تحمل، إصرار، مخاطرة، فيها كل شيء صراحة. يعني أنا في السيارة الحين ونازلين على الرملة هذه تقريبا ما نقطع فيها 100 كيلو وروسنا عورتنا، يعني فما بالكم على الرمال. يعني صراحة الريال كان قلبه ولا غلطة. نيابة الحشمان هي إحدى نيابات ولاية تبريز، أيضا يسمونها نجد الشمالي. الشمالي يعني شمال ظفار. المنطقة هذه هي أول منطقة متصلة بالربع الخالي في صدفة عمان، ويسكنونها قبائل كثير مثل قبائل الرواشد. تبعد عن الشارع أو عن شصر تقريبا ما 65 كيلو 67 كيلو. طفولتي كنت أشعر بشعور مختلف في الصحراء، ولا أفهم بوضوح سبب هذا الاختلاف. الصحراء لها لغة خاصة يجب اكتسابها كي تصل لذروة الاستمتاع بها. الآن أمسيت موقنا بأن سر الصحراء في قدرتها السحرية على العزل الصوتي. فيها تسمع صوت أفكارك بوضوح بعيداً عن ضوضاء المدينة. تشعر أن صوت روحك بات أعلى، ومسببات الحيرة لديك تكاد تختفي، حيث عقلك وصل لأعلى مراحل الصفاء الذهني والتركيز والاحتواء. كل ذلك يحدث بهدوء تام، تاركاً في دواخلك طمأنينة عميقة ومريحة يصعب وصفها. والله متعبة جدا صراحة، ممكن وقفت أكثر عن 10 مرات، لكن صراحة الشعور فوق ما ينوصف. اللي يريد يتحدى نفسه أكيد غنم. هذه متعة جدا قوية، أنا طرت فيها يعني يمكن 10 مرات صراحة، بس من زمان ما طرت فيها.
ان شاء الله الله يحفظ ابو محمد يطول ان شاء الله.